بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نرحب بكم طلاب الهندسة الكهربائية في جامعة ميسان المرحلة الثانية، إن شاء الله تكونون بصحة وعافية. اليوم راح نتكلم عن الفيزر دايجرام للسنجل فيز اندكشن موتور، سنجل فيز ترانسفورمر. فيزر دايجرام للترانسفورمر، طبعا احنا اخذنا في المقدمة عليه بالمحاضرات السابقة، يا ريت انه شنو تراجع المخططات اللي اخذناها بالمحاضرات السابقة ما كانت المحولة عند اللاحمة شلون كان المخطط، بعدين تغير المخطط عند ما كانت مع الحمل، وعند الايديال ايضا يساعد كثيرا على حفظ وفهم نفس الوقت الفيزر دايجرام. الفيزر دايجرام طبعا هو ما يعني ينحفظ، انما يفهم فهم على اعتبار انه حل المسائل يعتمد احيانا على الفيزر دايجرام. يعني انت اذا بمخيلتك او حافظ او فاهم الفيزر دايجرام يساعدك بشكل كبير على معرفة الحل اللي حليته صح او غلط، وايضا يساعدك على استنباط القوانين والافكار اللي تحتاجها بالمسألة. الفيزر دايجرام يشرح لك وضعية الفولتيات والتيارات للمحولة، كل جزء من أجزاء الفولتية وين يروح ومقداره ومتجه، وكل مقدار كل فولتية وتيار للمحولة راح تشوفه بعينك شنو مقدارهن وين اتجاههن، وأيضا تأثير الحمل في حال إذا كان حثي أو سعوي أو مقاومي، تأثيره على هذا الفيزر دايجرام، هذا المخطط الاتجاهي شنو تأثيره على المخطط الاتجاهي للمحولة. نعم، نبدي على بركة الله نشوف هذا المخطط اللي قدامنا هو عبارة عن مخطط كوفلنت سيركت لترانسفورمر، طبعا لا ناقلين المقاومات اللي بالبرايمري للسكندري ولا بالعكس، يعني كل من على حاله. تشوفون هاي ال V1، طبعا هي تعتبر مراجعة، هاي هي ال V1 المطبقة على المحولة، يصير تيار I1 يواجه مقاومة R1 وليكج ريأكتنس في ملفات البرايمري، تتولد قوة دافعة كهربائية طبقا لقانون فاراداي، اتجاهه يعاكس شنو اتجاه الفولتية المطبقة، وتحتث قوة دفع كهربائية في الجزء السكندري، وهكذا. وهذا الحمل وهاي الفولتية المطبقة عليه الموجودة V2 هي المطبقة على الحمل، وهذا I2 المار في ملفات السكندري. هسه هذني انت جاي تشوف هاي الدارة المكافئة، جاي تشوفها بكل مكوناتها. فهنا يقول لك
primary voltage، جاي أعرفك على المكونات على اعتبار أنه شنو بالفيزو دايجرام راح يتمعن لك بالمكونات. فهنا يقول E1 هي الانديوزد EMF اللي تعاكس ال V1. ال I1 R1 شو تمثل لي؟ أكيد تمثل لي ال voltage drop due to resistance in primary. طبعا بما انه هنا ادي فولتج دروب على حمل مقاومي، معناته شو يكون الفولت هي ان فيز وذ اي، الفولتج دروب يكون ان فيز وذ بنفس الطور مع التيار اي 1. واكيد اذا عندنا اي 1 اكس 1 فالحمل ايش راح يصير؟ يصير الحمل مقاومي وراح يتقدم ب 90 درجة. وهنا هي ال V1 هي المجموع الاتجاهي المد ال V متجه ال V1 اللي يدخل لل primary، وين راح يروح؟ أكيد راح يروح على شكل E1 اللي قلنا هاي بسبب قانون لينز إشارته تختلف، وزائدا I1 R1 يعني voltage drop موجودة وين؟ بالمقاومة، و voltage drop due to شنو؟ الليكج ريأكتانس اللي هي شنو؟ تمثل لي I1 في ال X1. بالتالي هاي ال R1 زاد X1 هي شو تمثل لي؟ تمثل لي Z1. إذا الفرق بين فولتية المصدر والـ EMF المحدثة على الملفات مال البرايمري هي تمثل لي حاصل ضرب الـ I1 في الـ Z1، تيار الـ primary مع الـ impedance مع الـ primary. نعم. بالنسبة للطرف السكندري ايش عندنا؟ عندنا الـ E2 اللي أول ما تدخل للسكندري تحتف، اللي هي عبارة عن المكونات التالية، عبارة عن V2 اللي هي terminal voltage على أطراف الحمل، و I2R2 اللي هي voltage drop due to resistance بالسكندري اللي هي in phase with I2، والمركبة الثالثة اللي هي I2X2 اللي هي voltage drop due to reactance. الفرق بين الـ I2 و High Voltage Drop هو 90 درجة. بالتالي هاي المعادلة راح تصير هالشكل، الـ I2 شو تساوي؟ الـ V2 والـ I2R2 والـ I2X2 جمع اتجاهي. بالتالي احنا اليوم من راح ناخذ الفيزر دايجرام راح نشوف شنو نقصد بالجمع الاتجاهي. بالتالي نوصل للمعادلة الأخيرة، الـ V2 الخارجة من المحولة هي عبارة عن الـ E2 المحدثة من الـ primary للـ secondary ناقصاً الـ voltage drop اللي يحدث بالـ secondary. الـ phasor diagram للـ transformer عند الحمل يعتمد على طبيعة الحمل أو طبيعة الـ power factor، load power factor، يعني شي يكون طبيعة الحمل، هو مقاومي سعوي حثي. Let us consider the various cases، خلينا نشوف شلون تأثير الحمل أو تأثير الباور فاكتور للحمل على الفيزر دايجرام للسنجل فيز ترانسفورمر. اليونت باور عندما يكون عندنا حمل ذو باور فاكتور يونتي، يعني كوساين الفاي 2 هي 1، عندما اللود يكون يونتي باور فاكتور مالته فان البي 2 والاي 2 راح تكون بنفس الطور. نلاحظ اول ما حكيه وش قال، البي 2 والاي 2 بنفس الطور، والخطوات لرسم الفيزر دايجرام هي كالتالي. بهذا المثال اليونتي راح يعطيك
المبادئ العامة للفيزر دايجرام. أولا هي نفترض أو نعتبر أنه الفلكس هو الفاي هو كرفرنس على محور الأكس، بالتالي من تجي تشوف هذا الجو، شوفوا جو الشاشة، هذا هو شنو الفاي الفلكس اللي يعتبر شنو هو الأساس بالفيزر دايجرام وهو الريفرنس. الإي واحد راح تتخلف عن الفاي بتسعين درجة، الإي واحد هاي الجو الإي واحد راح تتخلف عن الفاي بمقدار تسعين درجة. طبعا بالمناسبة التخلف، مين يقول تخلف؟ يعني إذا كان المتجه الثاني يعني اتجاهه باتجاه عقرب الساعة، يعني مع اتجاه عقرب الساعة، هسه أني من تحولت من الفاي للآي واحد مشيت باتجاه عقرب الساعة، لذلك قلت لك. أما مثلا الفاي مع الإي وان، فالإي وان الآي وان العفو ليد مع الفلكس، بينما الاي 1 لا مع عقرب الساعة شبيهة لاج. هاي بس توضيح، انا ذاكرة هاي المعلومة في المحاضرات السابقة. فقلنا الفرق بين الفاي والاي 1 هي شنو؟ 90 درجة. و الفرق بين الـ E1 والسالب E1 هو 180 درجة. ليش أحتاج السالب E1؟ لأن قلنا الفولتية اللي بالسكندر أو الـ EMF الموجودة بالسكندري عكس الفولتية أو عكس الـ V1 المطبقة، عكس الـ E1، عكس الـ E1 على اعتبار هاي الإشارة السالبة منين جاية؟ جاية من قانون لينز. نعم، النقطة الثالثة شو يقول؟ الـ E1 والـ E2 هي بنفس الطول، الـ E1 والـ E2 بنفس الطول. النقطة الرابعة، نفترض أنه الـ V2 هو باتجاه معين، باتجاه معين الـ V2 باتجاه معين، والـ I2 هو بنفس الطور مع الـ V2. شو وقت بنفس الطور؟ مو في كل الحالات، فقط عندما يكون الحمل يونيتي باور فاكتور. لذلك هو أول معلومة ذكر هذا الموضوع قال انه الـ V2 بنفس الطور مع الـ I2 قد ما يكون الحمل ذو باور فاكتور يونتي. زين، فنجي للرسم، هذا هو مرسم الـ V2، فالـ I1 العفو الـ I2 هي بنفس الطور مع الـ V2. النقطة السادسة، نضيف الـ I2 والـ R2 والـ I2 والـ X2 to V2، نضيفه إلى الـ V2 حتى نحصل على الـ E2. طبعا هنا أنا هسه بدينا نبدي نحكي بصلب الموضوع. رسمنا الـ V2 باتجاه معين، ليش؟ لأن هنالك فرق بينها مع بين الـ V2 والـ E2. ومن ترسمها مقدارا يكون أقل، الـ V2 هي أقل من الـ E2. هذا الفرق وين راح بالفولتية مال السكندري؟ راح بشكل I2Z2، هذا هو المحور I2Z2، هذا هو الفرق ما بين الـ E2 والـ I2. منين اجى هذا؟ اجى من جمع اتجاهي للـ I2R2 زائدا I2X2. يعني الفولتج دروب نتيجة المقاومة بالسكندري تنجمع مع الفولتج دروب نتيجة
للرياكتنس الموجوده بالسكندري، نجمعها يصير الفولتج دروب الكليه نتيجه للار والاكس اللي نعبر عنها رياضيا باي 2 في زد 2. فاذا الاي 2 تساوي لنا قلنا هاي معادله مهمه جدا، الاي 2 جمع اتجاهي للاي 2 زد 2 زائدا الفي 2. خلصنا من جهة السكندري. شوف النقطة ال قلنا نضيف ال I2 وال X وال R2 I2 R2 وال I2 X2 حتى نحصل على الفرق ما بين ال V2 وال E2. وبنفس الطريقة اللي تعلمناها سابقا كيفية رسم ال I2 داش، هو بما أنه قلنا ال I2 بنفس الطول مع ال V2 نرسم الـ I2 داش بزاوية 180 درجة مع الـ I2، ونرسم الـ I نوت تيار اللاحمل، والـ I1 راح يكون هو مثل ما شفنا بالمعادلات السابقة وحلينا عليها مسائل، الـ I1 هو جمع اتجاهي للـ I نوت والـ I2 داش، الـ I نوت والـ I2 داش. نعم. زين بالنسبة لي هسه احنا صح حكينا على السكندري وحكينا قلنا النقطة الأساسية بهذا الفيزر دايجرام، النقطة الأساسية هي هنا هنا في حال انه الحمل يونيتي بار فاكتور او لاجنج او ليدنج كله هنا يتأثر الفرق بين الـ V2 والـ I2. أما تكون بنفس الطول إذا كانت يونيتي، أو هسه راح أراويكم بالنسبة إذا كان لاج إيش راح يصير. إذا كان لاج تلاحظون الـ I2 أكو زاوية بينها وبين الـ E2 راح يسموها الفاي 2 وليست بنفس الطول. بالنسبة للليدنج هاي الـ I2 وهاي الـ V2 أيضا أكو زاوية بين الـ I2 والـ V2، لكن فرق هنا ليدنج وهنا لاجنج وهنا لاجنج. نعم. أما بالنسبة للطرف أو الفولتيات الطرف البرايمري، المجموع الاتجاهي بين أو الفرق الاتجاهي بين الـ E1 أو السالب E1 مع الـ V1 أيضا هو عبارة عن مقاومة عن الجمع الاتجاهي للفولتج دروب الذي يحدث في البرايمري نتيجة للمقاومة و للليكج رياكتنس. يعني شنو؟ يعني الفي واحد الكلية اللي تدخل للترانسفورمر وين تروح؟ بشكل شنو؟ بشكل فولتج دروب كلية اللي هي اي 1 زد 1 زائدا سالب الاي 1 زائدا سالب الاي 1. الاي 1 زد 1 منين اجتني؟ اجتني قلنا من المقاومة ومن الرياكتنس. المقاومة هاي I1 voltage drop اللي بالمقاومة نعبر عنها رياضيا I1 R1، ونتيجة للرياكتنس أو الفولتج دروب نتيجة للرياكتنس تمثلها ب I1 X1 جمع الاتجاهي راح يصير ال I1 Z1. هنا قلنا بالنسبة إذا كان lagging أو leading فإن الجوهر فقط يختلف، إذا كان لاجين فالتيار راح نبعده باتجاه عقرب الساعة، باتجاه دوران عقرب الساعة راح نبعده بزاوية معينة بمقدار الفايتو.
ويبقى نفس الشيء بقية العناصر، يعني الفرق بين البي 2 والاي 2 تبقى نفس المعادلة اللي هي الاي 2 تساوي البي 2 زائد الاي 2 زد 2 اللي جاي من الاي 2 ار 2 زائد الاي 2 اكس 2. وبما انه اتجاه التيار الاي 2 تغير، فالاي 2 داش ايضا راح يتغير، اللي هو بزاوية 180 عنك. بالنسبة للليدنج فإن الآي 2 راح يتقدم عن الفي 2 بزاوية بمقدار فاي 2، فبما أنه ليدنج راح نشوفه شنو عكس عقرب الساعة. عكس عقرب الساعة فالفرق بين فاي 2 و الآي 2، العفو بين الـ I2 والـ V2. نعم، بالتالي هذا فيما يخص، والبقية نفس الشيء قلنا الـ I2 داش 180 درجة عن الـ I2، والـ I1 أيضا جمع اتجاهي، وكل بقية المتجهات في الدائرة هي بنفس الكيفية تحتسب. فمن خلال هذا الفيزر دايجرام راح بإمكانك بس تباع على الفيزر دايجرام تعرف وين تروح تياراتك بهاي الدائرة بهذه المحولة، وين تروح تياراتك، وين تروح فولتياتك، شنو تأثير الحمل عليها. فهاي هي فائدة دراسة الفيزر دايجرام. Exact equivalent circuit of a loaded transformer. الدائرة المكافئة بالضبط الدائرة المكافئة خلينا نقول المضبوطة للترانسفورمر اللي عليها حمل. هاي هي الدائرة المكافئة لمحولة، هذا البرايمري وهذا السكندري. فولتية مطبقة V1 يسري بها I1. I1 هو عبارة عن I2 داش زائد I0. ال I0 وين تروح؟ تروح بشكل خسائر حرارة Iron losses و leakage reactance، وبشكل leakage reactance وعبرنا عنها ب X0. وهذا هو هنا يسري، ممكن تقدر تقول ما بعد الـ I0 التيار اللي يسري هو مو I1 إنما I2 داش اللي هو عبارة عن K في الـ I2. وهنا القوة الدافعة الكهربائية متولدة على الـ primary هي E1 تحتاج إلى الـ secondary E2، وهنا الـ R2 والـ X2 ويمر تيار I2 للحمل والفولتية المطبقة عبر الحمل هي عبارة عن V2. بالتالي ممكن انه احنا هاي هي الـ exact equivalent circuit، اما الـ approximate equivalent circuit نقدر نبسطها نسويها تقريبية لغرض الحسابات طبعا، وبعدين ايضا لغرض الاختبارات، لغرض إجراء الاختبارات على المحولات. فإحنا ممكن قلنا بالمحاضرات السابقة ننقل العناصر الجزء السكندري إلى البرايمري بشرط نضربهم أو نقسمهم في نسبة التحويل. فهنا الدائرة المكافئة للتقريبية اللي تعود للبرايمري يعني شنو؟ يعني عناصر السكندري راح يصيرن دخيلات على عناصر البرايمري. بالتالي
كل عنصر في هذه الدائرة يعود إلى البرايمري يبقى على حاله. يعني شو يبقى على حاله؟ يعني ما أخلي له داش. يعني الـ V1 هي تظن نفسها V1، لأن خلينا نقول مثل ما إذا نريد نشبهها وكأنه عناصر هذني بمكانهن، يعني ببيتهن، وجايات مثلا عناصر السكندري كضيوف عندهن. فالـ V1 تظل V1، والـ I1 تظل I1، نال الـ I نوت تروح بشكل IW و IM، والـ R equivalent هي عبارة عن جمع اتجاهي. الـ R equivalent سميناها أما R01 أو R equivalent 1، اللي هي عبارة عن الـ R1 زائد الـ R2 داش أو X1 أو الـ X1 equivalent اللي هي عبارة عن X1 زائد الـ X2 داش. الاي واحد داش للاي تو داش، مو الاي واحد داش، هاي غلط. الاي تو داش هي تساوي لنا الكي في الاي تو، والفي تو داش هي الفي تو على الكي. بالتالي عناصر البرايم السكندري من تيار روبوتية خليت لهم علامة داش اي تو داش و في 2 داش. وهذا الحمل المربوط يعني هاي القوانين هي كلها تقريبا احنا ماخذينها، يعني اذا مو كلها يعني. فهنا الار 2 داش، هسا إذا حولنا بارامترات من السكندري إلى البرايمري اتفقنا أن نخليهن فد رمز داش يميزهن على اعتبار أنه إحنا ناقليهن. فهنا مو كيتو داش، ما عندنا هالشي، هاي R2 داش تساوي أن R2 على الكي تربيع، والX2 داش هي الX2 على الكي تربيع. وهنا المقاومة زد ال ايضا اقدر احولها المقاومة من يعني الحمل، المقاومة مالت الحمل اقدر احولها من السكندر الى البرايمري، فايضا نفس الشيء اقسمها على الكي تربيع. فش تصير هي زد ال؟ راح تصير زد ال داش على الكي تربيع. ومثل ما عرفنا اخذنا بالمسائل في 2 داش هي الفي 2 على الكي على الكي، والاي 2 داش هي الكي في الاي 2. فاذا هنا قلنا بس يغيرون لي هنا هاي اي 2 داش مو اي 1، وهنا ار 2 داش مو كي 2 داش. بالتالي زد 01 او زد 1 ايكوفيلنت تساوي لنا ار 1 ايكوفيلنت زائد ان جي اكس 1 ايكوفيلنت، والR1 equivalent هي جمع اتجاهي للR1 زائد R2 داش، والX1 equivalent هي جمع اتجاهي للX1 زائد X2 داش. الدائرة المكافئة اللي تعود إلى السكندري بالعكس قلنا راح ننقل بارامترات البرايمري ننقلهن إلى السكندري. فهنا توجد أخطاء الحقيقة في هذه الدائرة. هنا الI2 تظل على حطتها I2، والـ V2 تظل V2، والـ ZL تظل ZL، والـ X2 تظل على حالها، والـ R2 تظل على حالها. شو راح يتغير؟ راح يتغير بارامترات عناصر الدائرة ابن السكندري. فالـ R1 راح تصير R1 داش قد ما ننقلها للسكندري، والـ X1 راح تصير X1 داش، وأكيد الـ X equivalent ما راح تسمى X1 equivalent، راح تسمى X2 equivalent وال R2 equivalent، ومجموعهم أكيد هو Z2 equivalent. هنا كل بارامترات البرايمري راح تصير تحتوي على داش، يعني الـ I1 داش يساوي لنا الـ I1 على K، والـ I0 داش، والـ I0 راح يصير I0 داش، والـ IW راح يصير IW داش، والـ IM راح يصير IM داش، وهكذا. فنشوف القوانين، قلنا الـ R1 داش هي الكي تربيع في الـ R1، والـ X1 داش هي الكي تربيع في الـ X1، والـ V2 داش تساوي لنا الكي في الـ V1، والـ I2 داش تساوي لنا I1 على كي،
فرزتو 2 equivalent هي ال R2 equivalent زائد JX2 equivalent، وال R2 equivalent عبارة عن ال R2 زائد R1 داش وال X2 يساوي ال X2 زائد X1 داش. هاي احنا كلهن ماخذيهن هذن المعادلات ومطبقيهن بايدينا. اليوم راح ناخذ ايضا موضوع هو حساب او الابروكسيميت الفولتج دروب في الترانسفورمر. هنا هذا الموضوع يسلط الضوء على الفولتيات، هو مكمل للفيزر دايجرام ومكمل لموضوع الفيزر دايجرام، لكن يسلط الضوء على الفولتيه للترانسفورمر في حاله النو لود وفي حاله اللود. فنشوف هاي الفقره، يقول عندما المحولة عند اللا حمل فإذا الـ V1 تطابق أو تقريبا تساوي إلى الـ E1. هذا الحكي حكيناه من زمان بالمحاضرات السابقة. وبالتالي الـ E2 شو يساوي لنا الـ K في الـ E1، ولهذا السبب تساوي ال K في ال V1، لأن ال V1 قلنا تساوي ال E1. وأيضا ال E2 شو تساوي لنا ال V2 نوت، ليش؟ لأن هي عند اللا حمل ال V2 نوت هي تساوي ال E2، لأن يعني المحولة عند لا حمل. وير ال V2 قلنا وير هاي النوت تخلونها هنا بصف الثنين، يعني هاي V نوت 2 خلينا نسميها V نوت 2. النوت دائما نشوفها دليل على انه هذا هاي القيمه عند اللا حمل، النوت تدل عند النو لود. فقلنا ال E2 شو تساوي لنا ال V نوت 2 او ال V2 نوت، وال V2 نوت هي عباره عن شنو هي الـ V2 نوت؟ هي فولتية الأطراف عند اللا حمل، فولتية الأطراف يعني على السكندري أطراف الحمل يعني عند اللا حمل، قد ما يكون مفتوح عند ما موجود حمل، بالتالي hence no load secondary terminal هي تساوي الـ K في الـ V1، الـ K في الـ V1. والـ secondary voltage عند الحمل تساوي لنا، والفولتية عند الحمل secondary voltage عند الحمل تساوي لنا الـ V2. الفرق بيناتهم هذا هو المهم بالموضوع، the difference between الفرق بيناتهم يعني بين الـ V2 و الـ V2 والـ V2 نوت. هسه راح نشوفه على المخطط الموجود قدامنا، بيقول الفرق بين الفينيل يعني شنو بين ال V2 وال V2 نوت شو يساوي لنا؟ يساوي لنا ال I2 في Z2 equivalent، ال I2 في Z2 equivalent. هاي معلومة أنا قلتها يعني تقريبا مشابهة للحالة الموجودة في الفيزر دايجرام، لكن هناك قلنا الفرق بين الـ E2 والـ V2. هنا نتكلم عن الـ V2 في حالة اللا حمل اللي هي تكون أكيد مقدارها أكبر لأن ماكو فولتج دروب على الحمل، و لأن ماكو تيار أصلا يمر بالسكندري، بالتالي ما راح تظهر عندي هذين المركبات لا الـ I2Z2 ولا الـ I2R2 وأكيد ولا الـ I2X2. طبعا هاي أيضا خطأ، هي I2X2 بالرسم I2X2. بالتالي قلنا الـ E2 هاي المعادلة القديمة هي الـ V2 زائد الـ I2Z2 equivalent. هنا قلنا الـ E2 تساوي لنا الـ K في الـ V1،
يعني هاي تمثل لي إيتو، واللي هي تقارب، لذلك يسمونها هاي عملية تقريبا الفولتية، الفولتج دروب المقربة للترانسفورمر، اللي هي تفترض انه الاي تساوي لنا الكي في الفي 1، واللي هي تساوي لنا الفي 2 نوت. فهنا الرسم طبعا هو مسوي لي فد مخطط، يعني يطلع هاي المركبة ايش قد تساوي. فهاي المركبة هنا تساوي ان هنا طبعا هذا القانون ما كلش تهمنا، لكن من خلالها نقدر نطلع قانون اللي هو اي 2، عفوا ثواني،